النهاردة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج استضافت مؤتمر عنوانه 3 سنين وإحنا معاك. تم في المؤتمر استعراض الجهود اللي بتتم لربط المواطنين المصريين في الخارج بوطنهم مصر. المبادرة دي هدفها ربط الجيل الثاني والثالث من المصريين اللي في الخارج بالوطن الأم. إحنا لازم نكون عارفين إن الجيل اللي سافر بره أولاده ما عاشوش جوه مصر زي ما أهاليهم عاشوا، فالمؤتمر ده بيحاول إنه نقدر نقول يعلي الانتماء عند الجيل الثاني والثالث. فإحنا معانا الأستاذة لسه المكالمة بنحاول نتصل بالأستاذة غادة عجمي. هي الفكرة إن الجيل الأولاني اللي سافر بره فعلا بيبقى سعيد جدا وهو جاي مصر وبيبقى نفسه يزورها، بس احنا اللي بنسعى له مش فقط الزيارة، احنا اللي بنسعى له زيادة الاستثمارات جوه مصر. اكيد اللي اتعلمه بره مصر ممكن يكون مستوى التعليم اعلى، اتعلموا حاجات افضل، عندهم خبرات كتير احنا محتاجينها، فاحنا بشكل او باخر بنحاول بالمؤتمرات دي نعلي مستوى الانتماء عند الشباب. احنا معانا دلوقتي مداخلة النائبة غادة عجمي. اهلا بيك يا فندم. استاذة غادة اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. تقدري حضرتك تقول لنا ايه الغرض من المؤتمر؟ عموما وزارة الهجرة والمصريين في الخارج تعتبر وزارة وليدة، وزارة جديدة، مش جديدة طبعا، هي كانت موجودة قبل كده وزارة الهجرة في السابق، ولكن بالمفهوم الحالي أنا بعتبرها إن هي خطوة إيجابية نحو الكثير من المواقف الإيجابية التي قامت بها معالي وزيرة الهجرة نبيلة مكرم. أيوة. يعني بتوجيهات من فخامة الرئيس، يعني قامت الوزارة في الآونة الأخيرة بعدة مؤتمرات تعتبر أنا من وجهة نظري إيجابية، وخصوصا الهجرة الغير شرعية بالتوعية واجتماعات على مستوى الدولة كحرس حدود كداخلية ك. أيوه بالفعل، وبالفعل يا فندم الهجرة غير شرعية تقريبا شبه منعدمة الفترة الأخيرة كلها فعلا. يعني نكاد نكون إن إحنا ابتدينا نقول إن إحنا نفتخر ان الهجرة الغير شرعية تراجعت كثيرا جدا، وخصوصا القبض على تمطرة الهجرة الغير شرعية اللي عرضت ولادنا للموت، اللي عرضت ولادنا للسجن في بعض البلاد الى الان. فاحنا الحمد لله بالتوعية وفتح مجالات الحوار البناء بالشباب اللي موجودين في الخارج والداخل برضو يعني أزال هذه النقطة التي أعتبرها نقطة سلبية، والحمد لله في تقدم. المؤتمر اللي قامت به وزارة الهجرة لعرض ما قامت به الوزارة في الآونة الأخيرة، إحنا ما بنقولش إحنا كل حاجة اتحلت 100%، لا، إحنا على حوار بناء وإيجابي ومناقشات بتعاون مستمر مع وزارة الهجرة. يعني أنا بتكلم على المستوى الشخصي نائب مصريين في الخارج وكيل لجنة العلاقات الخارجية، كان في الأثر الإيجابي في الكثير من المواضيع اللي بعتبرها على الساحة الدولية والساحة الداخلية. أيوة. فيها الكثير من التطوير. وطبعا احنا يعني تماني ما بنقولش خلاص احنا ما اكتفيناش بكده، لا، احنا بنشتغل وشغالين. سيادة النائبة، حضرتك محتكة بالمصريين العاملين بالخارج ونشاط حضرتك معروف والحقيقة مسمع في كل حتة، هل حضرتك شايفة إن قدرتوا تزودوا الانتماء عند الجيل الثاني والثالث تجاه بلدهم الأم مصر؟ إحنا مش بنزود الانتماء، إحنا بنيقظ الانتماء. يعني الانتماء موجود، وتأكدي دم المصري في الخارج عنده عاطفة قوية جدا وجياشة، ومش قادرة أقول لك حنين لوطنه بدرجة مش هنقول أكبر من في الداخل، بس اللي في الغربة بيكون بيشعر ببلده وحساسية عاطفة بلده أكتر من اللي في الداخل. ده اللي الوزارة قامت بيه وإحنا كنواب برضو بنقوم بيه.
عرض الـ 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 الإنجازات الـ الـ الإيجابية. بنقول إحنا موجودين، ده اللي اتعمل، ده اللي هيتعمل، وإحنا مستمرين، وأنا فخورة بيه بصراحة. وإحنا فخورين بحضرتك. النائبة غادة عجمي، شرفتينا يا فندم.